إسماعيل الولي هو واحد الشاب اللي يلا كيقلب على ذاته في المجال الفني. كانوا ضروب باش جيت الرباط، يعني مديت وزان كنعرفو ما فيهاش الفن. يعني الا بغيتي المجال ديال السينما ولا دي خصك تمشي مثلا لكازا ولا الرباط وكاع المدن الكبرى كيكونوا فيهم المجال ديال. وانا جادور السينما، يعني الانسان ماشي بالضروره تكون في مدينته واحد شي حاجه سميتها السينما ولا الفن ولا كذا. يعني الفن كيتزاد معنا حنا ولا كنرضعوا. انا كنظن راسي انا رضعته في الحليب ديال امي. انا ما شديتش الباك ديالي حيت انا صافي الوقت اللي غادي نكمل قرايتي تما وقعوا شي مشاكل وهادي وانا نسافر باش جيت الرباط. هذاك الدري الصغير اللي هو كيخافوا عليه في العائله غادي يخرج غادي يمشي يفكر في السينما وحنا ما عندناش. الا قلتي لهم السينما بحال كتقول لهم شي حاجه خايبه، بحال كتقول لهم راه غادي نخرج للزنقه ولا غادي نكمي ولا غادي نشرب ولا كذا. وهما باقي لدابا ما تقبليناش، ولكن مع الوقت انا متاكد غادي يتقبلوا الفكره. ولكن انا دابا الوالده ديالي فيما كنهضر معها كنقول لها الوالده هي ديجا كتقول لي اولدي انت غتمشي للسينما ولا غتمشي للتمثيل؟ شوف هاد الناس هادو هما كيتلاحوا في السبيطارات، هما كارين، هما كيعطوهم الحواله ديال العيد، هما كذا. ولكن انا كنقول لها الوالده كاينين بزاف ديال الفنانين وانا كنحترمهم وبغيت نكون بحال دوك الناس. محمود عفانا 23 سنة، فلسطيني من مدينة غزة. محمد قاسم 23 سنة، فلسطيني من مدينة غزة. في البداية احنا يعني بنعشق الفن، لربما يعني كانت هي مهنة الوالد في الأول، هو كاتب سيناريو، فأنا حبيت هذا المجال وتعلقت فيه جدا، رغم انه الموقف اللي صار وخلاني ألجأ لهذا المجال هو تصرفيقة يعني كف. عن جد بحكي لك، لأنه أبوي كان شغال في إذاعة صوت الحرية يعني، وقال لي بدنا نعمل واحد الدور وبدي اياك تكون معي. فقلت له أنا بديش، يعني كنت صغير عمري 8 سنوات، فقلت له أنا بديش يعني بعرفش أمثل. قال لي لا تعال، إحنا محتاجين ولد صغير ولازم تكون معي. أول مرة، تاني مرة، تالت مرة ما عرفتش أقولها، فبالآخر طب صرفخني. أنا وستة في البيت لحالنا، وكانت تحكي إلي قصص عن أيام البلاد، قصص بتضحك وقصص بتحزن. جيت متعطل عن محمد شوي، يمكن بسنتين ثلاثة، فكان واحد أستاذ كيعلمنا الموسيقى، قالنا بغيت مجموعة ندربهم على واحد العرض مسرحي لو بحكي عن أطفال ما بعد الحرب. فمشيت معهم وكنت رايح في نية أنه خلص يعني أسبوع وحمشي، ما كانش في بالي أنه ممكن، ما كانش في بالي ممكن أستمر على فترة كتير وأحب الميدان بهاي الصورة. صدفة تطورت لحقيقة، تطورت لحلم، تطورت لطموح، تطورت لهدف كبير بغي نوصل له. بدكم تقولوا عني جبان؟ قولوا، بطلت تفرق معاي، لأني بعد الحرب أي ولد بيغلط علي أو حتى بيضربني بحزن عليه وبتركه يمشي. بس قبل الحرب أنا ما كنت هيك، كان الطير بطير يتأذى منه ويتحشاني. والحمد لله من بعد هذيك السنة فاش دخلنا المسرح عند أستاذ علي تعرفت على محمد في هذيك الفترة. فاحنا العنصر النسوي عندنا مفقود جدا في غزة، فدائما محمود كنت أسلمه الدور النسوي. يعني كنت أكتب أنا تقريبا عروض مسرحية، سكتش ربع ساعة، أقول له محمود في عندنا عرض بدنا نقدمه، نعمل أنا وياك هذا العرض، شو رأيك؟ كل تمام، نتدرب في الدار، نتدرب عندنا في حديقة صغيرة في الدار، نتدرب عليها في السيارة في القهوة، يعني نتدرب في كل مكان. بعد يومين يبقى العرض جاهز، ابدأ.
او محبتے آنکے کولی ہویا ہو بن یوسف بن قدور ممثل ومخرج هو بصراحة ملي يكون صغير وأنا كن حماق على هذا الميدان ونكون ممثل لدرجة أنني كنت مولوع بممثل الشهير الشاروخان كنت مأثر به بزاف لدرجة وليت كنلبس بحالو كنمشي نحاول نشري الحويجات ونلبس بحالو ونخرج بحالو ونتصرف بحالو ونتمشى بحالو واحد النهار درجة كنت في البحر وكنسمع الغناء والناس مجموعة بما حسيتش براسي حتى مشيت وعباد الله دايره الصف جوج جوج وانا نقول لهم يلا واحد واحد وكل شيء رجع وبحال الله سبحانه وتعالى بغاني نغني بقيت طالع طالع ما حسيتش جات واحد المذيعه قالت لي واش تغني قلت لها بواحد الفرحه لقيت راسي شاد الميكرو وكنغني اكلاركي دي فانيسي اكلاركي دي موفارتيتي نجرو كاري كاريوسي كوسكاري اومن او محبتے آنکے کولی ہویا ہو بن والقید نساتی یہ سلام دکشی عزيز أوبيي من مواليد 1973 بالمدينة الرباط حي العكاري بمناسبة بعد حي العكاري فهو حي عريق وفي مدينة الرباط بحال كتقول الحي المحمدي في مدينة الدار البيضاء بجوجهم ولدوا لنا فنانين كبار على الساحة الوطنية اللي حاليا تيقولوا الكلمة ديالهم خرج لنا رياضيين كبار خرج لنا سياسيين خرج لنا كتاب خرج لنا سفراء خرج لنا بزاف ديال هذا بفضل هذاك الحي اللي هو حي العكاري التحقت بدار الشباب هذه في حد ذاتها قصة هذه كنت كنقرا لواحد الصديق خارجين من المدرسة واحد الناس كانوا كيقراو معنا ما كانوش كيبغيو يهضروا معنا دخلوا دخلنا معنا من دار الشباب واحد الوقيتة دخلوا لواحد الجمعية حتى حنا دخلنا حنا تابعين غير هذوك الناس لعل وعسى يهضروا معنا دخلنا لقينا راسنا في وسط الجمعية واحد الناس أطفال أناشيد واحد الجو واحد الوقيته لقيت راسي نسيت انا دوك البنات نخرت في داك الجو كنشوف فيه تعجب جاني داك الشيء عجيب جدا السبت كنت انا اول واحد وقف في هذيك الجمعيه في دار الشباب شنو بغيتي انت شنو هذيك بغيت نخرت معكم عجبني هذا الشيء داك يا نهار الحد جيب الوثائق ديالك التصاور ديالك هذا نخرت ومن هنا بدات الشراره ديال 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 الفن من دار الشباب رودوس اكلتاسه انا كنت باقي صغير وانا كنت متاثر بواحد الممثل اللي هو رشيد الوالي انا ديما كنت كنتفرج في الافلام ديالو يعني انا بالنسبه لي داك السيد هو القدوه ديالي بلا ما نحس كنحاول نلبس اللباس ديالو كنحاول نتراسل معاه في فيسبوك واحد النهار تناقشت مع با وساق الخبر بان كيعيطوا ليا اسماعيل الوالي كيقول ويلي شكون هو اسماعيل الوالي وكيعرف بان ولده هو اسماعيل وكيقول لي علاش حيدتي الاسم ديالك ودرتي اسم ديال واحد اخر اللي انت ما كتعرفوش هو ما كيعرفكش قلت ليه ماشي مهم لانه زوين وبغيت نكون بحاله ما تقبلوش الفكره دونك هنا انا جاتني مزيانه قلت صافي ما بغاوش قلت لهم انا عاش غدير انا غادي نمشي نقلب على داك السيد وغادي نمشي حتى انا غادي نمشي عنده وغادي نتمثل انا وياه وغادي تشوفوني في التلفزيون واحد النهار غتفهموني علاش جيت للرباط حطني الكار كيقول لي رشيد الوالي ما بقى ساكن هنا ولا ساكن في كازا وكتسول هذا وكتسول هذا وكتسول هذا وكتفقد الامال كيروح الليل وانت ما عندكش فين كتمشي كنمشي لواحد الجرد اللي كانت بعيده على البلاصه اللي حطني فيها الكار كيجيو كيخرجونا وما عندي فين نمشي وكنخلي حتى كيستو وكننقز وكنمشي كنناس حدا الغازو وبغيت كنقول علاش انا كندير هذا الشيء كامل علاش ما نرجعش لبلادي وكنقول لا انا جيت على غرض وهذا تحدي بيني وبين نفسي وخصني نحقو ومن بعد 10 ايام وانا في الجرده وانا دايز من واحد الزنيقه وكيبان لي واحد المحل
ديال واحد الحجاب ودخلت انا غير بالصدفه دخلت باش نشرب. قلت لي انا راه معلم واش نقدر نخدم معاه؟ قال لي مرحبا بك ولدي. قال لي واش كتعرف؟ قلت لي اه كنعرف. قلت لي انا كنعرف. وقال لي اه واخا تقدر تحسن لهذا الراجل هذا. حسنت لذاك الراجل وانا كنشد هذيك الطوندوز ويدي كترعد عليا كترعد عليا وانا كثرت ما انا حشمان وخايف ومسكين تعاطف معايا ذاك الراجل. قال لي جلس وهانت هو المحل ويعني دار فيا الثقه يعني بقيت فيه وخلاني بقيت كنبات في ذاك المحل. جمعت الفلوس ومشيت درت واحد المحل ديالي اللي مشيت كريتو خديت ماتيريال خديت كراسه خديت هادي ولاو كيدخلوني شويه الفلوس وانا عندي البيسي واش كنقلب كنقول انا جاي وكنمشي ندوز لي كاستينغ وما كيعيطوش ليك الناس. وانا نتلقى مع واحد السيد في واحد الفيستيفال ويقول لي قلت لي انا راه كنبغي السينما بزاف وما عاودش لي على قصه حياتي. وهذاك الفيستيفال كان في اول مره كنشوف فيه الفنان اللي هو رشيد الوالي وكنسلم عليه وزاد داك الحب ديالي اللي هو كان كبير من الاتجاه ديالو وزاد وكنقول فوالا الحلم ديالي انا كان الحلم ديالي انني هو نتلقى به ونسلم عليه وتحقق. قلت ما انا هذا الحلم هذا تحقق وانما غيتحقق داك الشيء الاخر. وديما انا كنصلي وكنهز يدي وكنطلب الله على داك الشيء بحال كنهضر معكم نتوما كنقول فوالا انا يا ربي بغيت ديك الحاجه وربي ما كيخيبنيش وغادي نوصل لها. وسيم غنشوف الكاميرا الستاند تاع الكاميرا الترايب. لقيت بدنا نعيد هذاك المشهد مره اخرى وزي ما قلت لكم حاولوا تخففوا شويه من الحركات وتلعب على الرياكشنات اكثر نسيم لانه هذا الاشي مش مسرح. احنا بنحاول نطلع من جانب المسرح عشان ندخل على السينما. تمام صلاح تربى خي اكشن. انا كان نفسي ادرس في المعهد العالي للسينما وكنت دائما ببحث عن طريق الانترنت انه كيف ممكن اوصل لبرا انه كيف اوصل للناس الفنانين كيف احتك بالعالم الخارجي لانه بتعرف انت غزه محاصره يعني ما فيش فيها معهد سينما ولا فيها سينما اصلا ولا مسرح فيش الا هو المسرح مسرح المسحال وللاسف اليوم طيروه انقصف. يعني لو بدي احكي لك عن فيلم ذاكره انفعاليه يمكن انا يعني اكثر 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 وقت صعبت منه جدا. يعني انا كتبت الفيلم هذا سنتين وانا اكتب فيه في كل مره كنت بوديه يعني على كتاب فلسطينيين معروفين في مجال السينما كل واحد كان يحط ملاحظاته وانا يعني الملاحظات اللي تعجبني بحطها بالفيلم وخلص لما جهز عند السيناريو تعال يا محمود بدنا نتناقش كيف انه احنا نبلش تصوير في هذا الفيلم. للاسف الشديد يعني بحثنا كتير 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 يوميتها عن اي حد ينتج لنا الفيلم لدرجه انه صرنا نروح لشركات مثلا شركات كتير انه وفروا لنا اي شيء لفينا عليهم كلهم لحتى ينتجوا لنا الفيلم. وفي الاسف والله تعرف لفة كبيرة كانت كبيرة حتى محمد بينه وبين نفسه بكى 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 من القهر وانا بقول ايش فيه خا ما جاوبني جواب ضلوا ساكت. قلت له تعال نروح في حالنا وطلعنا من الصبح هذاكنا وروحنا في نص الليل قسما بالله طريق جايين وقاعدين بنشوف انا وياه. قلت له ايش اسمع في يوم من الايام هيجي هذا اليوم وحننتج الفيلم والحمد لله صورناه ولكن هنا في المغرب. أجل فرض علي أكون محروم من كل شيء حتى عمه. بقدر أقول لك أنه إنسان خالي من الإنسانية. التفريغ عن أي كبت بيخفف كثير من المعاناة ويمكن الهروب أفضل بكثير. وأنا عندي فرقة مسرحية يعني وعندي عروض مسرحية كثيرة كنت بحاول أنه أعمل أشارك في أي مهرجان. هذا كلفني مجهود كبير أنه لازم تكسب الثقة ما بين اللي بتتعرف عليه لأنه يضمنك. وبالفعل يعني نجحنا في انه عملنا علاقات كانت مع فنانين مغاربه وكل حب كانوا على يعني على استعداد انهم يستقبلونا في اي وقت. وجاتنا ثلاث فيز ثلاث تاشيرات ثلاث دعوات على المغرب بس للاسف يعني ما تمكننا من السفر بسبب اغلاق معبر رفح. لكن في المره الرابعه تمت دعوتنا لمهرجان في مدينه خريبقة وطبعا بعد معاناة كبيرة وبعد انتظار كبير على معبر رفح. كنا مسجلين أسمان على المعبر ولكن أسمان كانت بعيدة. طبعا قبل جبنا كتب من كل وزارات في غزة أنه تسهيل المهام لهدول الشباب لأنهم رايحين يقدموا واحد الرسالة
جميلة للعالم. حتى جبنا كتاب من وزارة الزراعة. وزارة الزراعة ما لاش. بس إنه عشان نكثر الكتب. وأنا أبوي بيشغل في الصحة جبت كتاب من وزارة الصحة وخلينا ما جبنا كتب فدك. ولا رضوا يدخلونا اليوم الأول. نايمين على المعبر. قلنا نرجع مستحيل نرجع. اليوم الثاني مستحيل نرجع. اليوم الثالث مرضت صرت أتقيأ دم من جوا. وصلنا المطار فيش تذاكر طيران. فيش عندك وبس حجز مبدئي وعندك 4 ساعات يا اما بتسافر يا اما بتطرح على غزة او تاني. واحد لحظة جاي عند محمد عارف ميت وعني دبلانات وضعفان ومش قادر امشي. لو بقول لي شافي زيك لو بقول لي وصلونا تذاكر الطيران عارف مع الفرحة طرت ونسيت اني عيان ونسيت اني تعبان. ووصلنا لباب وين حندخل على الطيارة قلت واحنا طالعين على الطيارة حاسين حالنا قاعدين بنطير مع أحلامنا. فعلياً أنا بطلع الدرج وحس واحد الروح كانت كئيبة جواي وقاعدة بتطير من الفرحة. دخلنا في الطيارة وإحنا في الطيارة خايفين لنرجع. يعني حيقولوا ربما عطل طائر حيقولوا لا أنتوا مش وين أنتوا لا ارجعوا لا مش عارف. هبطت مطار محمد الخامس. عارف وصلت مطار محمد الخامس. قعدنا نغني نرقص ونسقف واي واحد شايفينه بنعرفه اللي بنعرفوش نسلم عليه عايشين كيفنا. انا كنموت على السينما لدرجة فلوسي ورزقي كنت ديما كنخسرهم على الافلام. ديما نتفرج انا في النار 5-6 ديال الافلام في النار وعزازين عليا فسير واحد الدرجات ما نعاودلكش اكثر من ولادي ولا شي حاجه اللي بزاف الدار كيخملو هادي ما يقيسوش الافلام ديالي والناس ملي كيجيو الضياف ولا هذا كيبغيو يتفرجوا في شي فيلم ولا شي حاجه انا نعطيه بكل فرح ولكن عرفتي الا ما ردوش ليا ما كناش شير الفلوس اللي خسرت على الافلام باش نتفرج راك نشريت بهم طوموبيل دابا. انا حلم ديالي هو نكون ممثل كنمشي ندوز الكاسينغ وما كيعيط ليا حتى شي واحد. واحد النهار من عند الله جاني التليفون السي فلان يوسف بنقدور هي راه دوزت عندنا واحد الكاسينغ اجي شكون دوزام. واو واحد الفرحه ما تصورش وبغيت كنجري عند الوالده وكنعنق وكنشطع معاها وغني لها الهنديه عرفتي والله القسم واحد الفرحه ما تصورش بزاف. يوسف اللي كان حمق ماشي حمق زعما كيقولوا ويلي هذاك متاثر بالسينما الشاروخان وهذا وهذا غيدوز في دوزه ما يمكنش انا راه درت لها بوم انايا. فرحت بزاف مشيت متكلت عرفتي باش تشوف راسك عاوتاني في التلفازه قلت الحمد لله هذه اول خطوه والمشكله دابا انا دزت في دوزه ومن بعد ما بقات يعيط لي حتى شي واحد العائله ولو تيتسناوني كيقولوا لي دابا انت بنتي في دوزه ومثلتي زوين وهذا خصك تكون فنان والو. جلست مع راساتي قلت الحاجه ام الاختراع علاش انا ما نكتبش علاش انا يا ما نفرضش الوجود ديالي داكشي اللي كنت كنشوفه في الاحلام وكنتفرج فيه بغيت نطبقه على الواقع. بديت كنقلب في الانترنت كيفاش كتكتب زي السيناريو كيفاش الاخراج نشوف نقلب ونتفرج في الافلام مزيان لي زيماج اللي كيلعب عليها المخرجين مختلفين. كتبت فكره عرضتها على العائله ديالي عجباتهم حاولت عاوتاني انني نشوف الاصدقاء ديالي الفكره ديالهم كي جات على السيناريو ديالي كذلك عجباتهم واخا انايا عارف ما غاديش نقدر نصور هذاك الفيلم كيف الخيال ديالي كيف بغي كيف الداخل ديالي. كنت كنتقاتل مع الخدمه وهذا ونحيدها من لحمي ونخبيها. الوالده عاوناتني ولد خالتي اختي عاونوني علاش شافوا فيا واحد موهبه زوينه خصها تبان حرام تضيع. جبنا الكاميرا من هنا قادينا الامور صنعت فيلم. مشكله كنشوف افلام كيتخسر عليها بزاف ديال الفلوس والفلوس ديال بصح وما كايناش الموتعه. انا درت فيلم بسيط عجب الناس وعجب العائله وهذا
واخا ما خسرتش عليه فلوس بزاف، وانما بالنسبه لي شي حاجه ضروري عندنا. هذا الاول الثاني الثالث في الرابع نحاولوا عافاك ماكيين مزيانه، واخا ما تبينيش داكشي مزيان. عندنا المشهد الاول قلنا المشهد الاول مخير هذاك سلام صافي سمعتي بيني الحزن صافي جاش ميرسي يلا نعاودو 5 سور 3 دوزيام شدو في اليد شدو دابا زوينه وي عاد ملي تكون جاي عاد طلقها وغوت ايه اكسيون اكتشفت بانني حتى انا كنكتب كنعرف ندير الاخراج والحمد لله قدرت هذاك اللي كنت كنحلم به قدرت نخرجه للواقع. بعد ما مات الوالد ديالي وانا بحكم انا الولد الكبير دونك المسؤوليه كلها تلاحت ليا، دونك خاصني نخدم، خاصني نساعد الدار، خاصني نعاون، خاصني خصوصا ان الفن ما تيوكلش في المغرب وفي الداخل ديك الحرقه ديال الفن، انني بغيت نكون فنان، بغيت ندخل لي زاداك، بغيت عندي داك الطاقه الايجابيه باش نحاول ندير. تزوجت، ملي تزوجت مباشره دازت سنه او سنه ونصف ولدت واحد الوقيته صافي باش غادي نحبس من الحلم تاع ديال الفن انني غادرت مدينه الرباط، مشيت للجنوب ديال المغرب باش نخدم، قلت انا بغيت نمشي في الميدان الفني، علاش ما نكونش فنان حتى في الحياه؟ تزاد الابن الثاني اللي هو محمد يزيد، وهنا بدا كيتاكد ليا باللي بديت كنبعد بعد كبير على السينما ولا المسرح ولا انني انا غنكون فنان ولا غنكون كاتب ولا غنكون كسيناريست ولا غنكون مخرج ولا غنكون يعني كيبعد. شهر 3/2013 جاني الخبر ديال انه مريض بمرض اللي هو سرطان الدم، ولكن في الفتره ديال المرض ديال الوالد ديالي علمتني بزاف د الحوايج، لقيت واحد الفئه مهمه في المجتمع هي اللي واقفه في جنبي ومعايا دائما وكتازرني وكتعاونني ماديا ومعنويا، وهذيك الفئه اللي هما الفنانه. يزيد كان كيحل عينه في المستشفى كيلقى الممثلين المخرجين فنانين صحابي كيجيو كيسلموا عليا كيبوسوه كيسلموا عليا، تيقول لي بابا شكون هما هادو صحابك؟ كنقول له اه صحابي، وفعلا صحابي لان انا لولا الظروف لتا انا كنت في التلفازه كنبان وممثل وتا انا مشهور وتا انا معروف. بالتالي هذا السر اول مره غادي نقوله، يعني كيف ما قلت لكم كنت كنمشي انايا للمستشفى العياده مع الولد ديالي كنبات معاه خمس ايام وتمشي للدار، وماما كتجي كتجلس معاه 3 ايام او 5 ايام على حسب الايام اللي قالنا اللي قالت لنا الدكتوره المعالجه ديالو، وكنت كنحاول نتدرب على مسرحيات او شخصيات اللي هو كيبغيهم يزيد واللي دائما كيبدا يقولهم ليا ديرهم ليا باش ملي تجي النوبه ديالي انايا ونعاود ندي نثبت او ندي الدور ديالي كيف ما بغى هو، وهو كيبدا يضحك وفرحان، هذيك هي قمه السعاده ديالي، وفي الداخل اللي كنقول شكرا للفن وشكرا للفنانه اللي خلاوني نعيش هذه الظرفيه هذه اللي في قمه الالم. استطاع هذاك الفن او هذاك الفنان يسعد داك القليب الصغير ديال داك الوليد اللي هو في المستشفى ومريض بمرض السرطان. ايوا قولي فين مخراني وجد ولا مازال باش نشوفو؟ خويا راه يلاه سالينا دابا ردينا دابا الاستوديو على ود المونتاج. شنو ناوي دير بالفيلم ديالك؟ ان شاء الله غادي نشوفوه كيف ديما في التلفازه. الله يسر، المهم بحال ديما نشوفوه هنايا. اه ضروري اخي. هذاك الراي ديالنا. اه معلوم الراي ديالكم كيهمني. اول فيلم ديالي ما كنعرفش الاخراج صورته، مشيت عند واحد البواط ديال كيصوروا العراسات، درت مع واحد الثمن هذه
صور لي واحد الفيلم ما نقولش بانه خايب، ولكن بالنسبه لي انا كان زوين، انا كان عاجبني، ولكن شافوا الناس كيقول لك شنو هو هذا الشيء، هذا ما فيلم ما والو. دونك هنا انا بغيت هنا فين نتعلم، وبديت كنتعلم شويه بشويه وصورت الفيلم الثاني. صورت الفيلم الثاني كان مزيان، مشدو ديال لي بلون ضروري كتلقى نقص من واحد الحاجه. من طبيعه الحال انا ما دارش زعما المعهد ديال الاخراج ولا ديال السيناريو. هنا بديت كنتعلم شويه بشويه. بهاد الحويجات البساط انا بالعكس انا القيمه ديالهم عندي كبيره بزاف. دونك انا هاد لي بروجيكتور هادو مشيت انا نكريهم بلايص وحدين اخرى غيتقاموا عليا غاليين، وانا داك الفلوس اللي غادي انا نمشي نكري بهم راه مزيدين فيا. دونك انا كيكون عندي شويه فلوس راه كتكون عندي فكره كنمشي نصور، يعني من القدام ان شاء الله راه غادي نكبر المشروع ديالي، وغادي نجيب ناس غيخدموا معايا. هذا مود ديكور، هذا كاميرامان، هذا كيدير الماكياج، هذا كيكتب السيناريو. حنا كنديروا كلشي، انا كنكتب السيناريو، كان بعد المره كنشد كاميرا، بعد المره كنخلي كنقاد الصوت، كنزل بيرش، كنبغي نقول اي واحد بغى شي حاجه ولا هذه صافي بليزير انا نتعاون معاه، لا بالنسبه للستوديو لا بالنسبه للماتيريال لا بالنسبه لكلشي. يعني انا الافلام ديالي اللي قدمت وراه شافوهم بزاف ديال الممثلين، الا شفتي ما تقولش راهم مصورين بهادو، يعني راه بروفيسيونيل. انا كنقول من حدي انا غادي كنصور عمل على عمل، وانا كنتحسن في الخدمه ديالي. يعني العمل الاول ماشي هو الثاني وماشي هو الثالث وما غيكونش هو الرابع، والعمل الثالث اللي هو لوس اللي هو صورته في ديك الارض اللي هو كاين دابا تمونطا، دابا خارج غادي ندفعوا في اللي فيستيفال. شوف عطيني الدخله ديالهم مش كيشدوا من هنا، عطيني الطيح، عطيني خي هاد لفة. طلع واحد شوية الموسيقى، لا النور، النور شوية، تم 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 تم. محمد، ولك هو هذا الموقع اللي بننزل منه السيناريو؟ لا مش هذا، مش هذا المتصفح تاع جوجل. طبعا عملنا المهرجان في مدينه خريبكا، وداز المهرجان جميل جدا، وعملنا عرض رائع، وكان حماس الجمهور واستقباله اروع مما كنا نتخيله يعني ومما كنا نتوقعه. خلص المهرجان جهزنا ملابسنا عشان نطلع، واحنا ما يمكنش لنا نرجع على غزه لانه المعبر مسدود، ما يمكنش لنا انه يعني نستنى في مصر لأنه في غرفة ترحيلات هناك بيبقوا فيها الفلسطينيين. ما علينا، انتظرنا أول أسبوع، ثاني أسبوع، فما عرفناش يعني شو حنعمل. قعدنا نستنى يعني حتى ما عندناش حوايج، ملابس كتيرة، مصارينا يعني على القد، لأنه سيمان 10 أيام وخلص. قعدنا نستنى شو حنعمل، أكثر من شهر هو معبر رفح كان مسدود. بس الحمد لله احنا حاليا في المراحل الأخيرة لتسوية وضعيتنا في المغرب والحصول على البطاقة المغربية. فتعايشنا مع الشعب المغربي، كانت الدارجة يعني اللهجة المغربية كانت صعبة جدا علينا، خاصة انه يعني اللهجة المغربية سريعة جدا. يلا حلويات فلسطينية، اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحلوة الحلوة، اهلا وسهلا، تفضلوا عنا. حلويات شرقية زي ما بدك وزياد، اهلا وسهلا اخويا، تفضل مرحبا. كم هاد؟ فتنغمنا مع الشارع المغربي، وحسنا انه احنا فعلا يعني مش حابين نخسر ولا حابين نطلع من المغرب، لانه عن جد حسنا بإشي كبير ربطانا في الشعب المغربي. تعلمنا الدارجة شوي شوي كده، لبس عليك هاني مهني، يعني كمان كانوا هم كتير بيفرحوا لما يسمعونا بنتكلم بالدارجة المغربية، وهم بيفهموا يعني جميع اللهجات. الحلو فيهم انه بيفهموا جميع اللهجات، الحمد لله يعني دابا كان افهم كل شيء. واللي انت نهضروا في الدارجة مزيان، صباح شيري كدير بخير، انا يعني الصاطش كتعود كل شيء مزيان، ضروري حاسين حالنا لازم نتخلط معهم، لازم نبين لهم انه احنا بنحبهم زي ما هم بحبونا. شو بعدين؟ صافي بليزيغ.
صفي بليزي يعني، ولين كان هدرو حتى بالفرنسي. إيه شوف، لما تحس حالك عايش بكرامة في بلاد غير بلادك، هنا بتحس حالك في المغرب كفلسطيني. واحد الحب مش طبيعي، يعني لما واحد سيد يقول له أنا من فلسطين تحس بدي يفديك بدمه. أقرب مثل هي القهوة اللي بنريح فيها مثلا، مقهى فلسطين، مسمي القهوة على اسمنا. بنيجي بنكتب السيناريو هنا، مرة بتخلص منه وعشرين لأ. أقرب مثال مول الحوت اللي بنشتري من عند الحوت في الجوطية، بروح بدنا نأخذ من الكيلو ديال الحوت بعطينا عشرين كيلو، طبعا مبالغة شوية. بنقول له احنا جوج يا ابن الناس، علاش ما عطينا؟ قال انتو فلسطينيين، يعني لو نعطيكم الحوت كله ثقيل عليكم. وكتير ناس مول الحانوت اللي جنب الدار، السيد اللي ساكن تحتينا، السيد اللي ساكن تحتينا بقول انا بديش هم يطلعوا، بديهم يضلوا هنا، وبدي اشوفهم فنانين قد الدنيا، ومحمد احسن صوت في العالم بحكي عنه. بس معقول هذا السي محمد اللي تحت الدار هذا يسامحني من كثر ما بغني؟ اوكي يعني بيعجب صوتي، بس انا في طبيعتي يعني دائما بغني في الدار. في كل مكان بعمل اكل بعمل شيء، في التواليت قاع لاقيني بغني، ففجاه هيك بسمع سيمو بقول الله عليك، هو مش عارف وانا مش عارف وين هو اصلا. حاجه وحده كانت كتجيني، ان يزيد كان في, في, في الله يرحمه في الحياه ديالو كان تيقول لي بابا علاش ما تكونش انت ممثل، علاش ما تمشيش دير الاخراج. من بعد الموت ديالو كان بحال كيجيني في المنام وكان كيدفعني. انت غتقاشي يا وليدي ومالي شي راجل وراه يقرعوا لك. بصح يقرعوا لي مالهم اوليدي، غيديروا لك بولا زيرو ودبر راسك. الله يعاون. نوض قاعد، نوض قاعد، نوض شط صف تدخل. اول فكره اللي طاحت لي في بالي هي فكره ندير واحد الكتاب اللي نحاول نوضح فيه ونبين فيه هذا المسار ديال ثلاث سنوات ديال العلاج اللي دوزها ولدي محمد يزيد الله يرحمه. بديت كنكتب، بديت المراحل كامله ديال عصفوري في الجنه من يوم الولاده ديالو. واحد النهار وانا جالس مع واحد مجموعه ديال الاصدقاء فنانين، وانا نبوح صديق ديالي فنان قلت له نبوح لك بواحد السر، قال لي ما هو؟ قلت له راني بديت كنكتب واحد الكتاب على الحياه ديال ابني محمد يزيد. هو بحال هكا بدا يضحك، قال لي واش فكرتي بشحال من واحد غيقرا لك هذا الكتاب؟ قلت له ما عرفتش، حتى السؤال اللي طرح عليا حقيقه انا ما عمره ما كان كي في المخيله ديالي ولا. قال لي شوف، قال لي انت كاتب مغمور غتكتب بشحال؟ غتخرج بشحال من كتاب؟ 100 200 1000. قال لي حتى شي منتج ولا شي واحد ما يقدرش يغامر معك وانت يلا بادي. قال لي علاش ما تقبضش وتحول الفكره ديال الكتاب، حولها علاش ما ديرش فيلم؟ على الاقل فيلم قصير، يعني غادي تعم الفكره وتعم حتى الفائده. كتبت السيناريو ديال عصفوري في الجنه. اتصلت بواحد المخرج اللي كنت كنحسبو صديق ديالي، قلت له الله يجازيك بخير انا كتبت واحد السيناريو، الله يخليك لما شوف هذا، شوف لي هذا السيناريو واعطيني رايك. اتصلت به النهار الاول، قال لي مازال ما قريتوش، المره الثانيه مازال ما قريتوش، المره الثالثه مازال ما قريتوش، واحد الوقت مابقاش كيجاوبني وانا كاتبو غير بيديا. قلت صافي هذا خلي، يمكن استهان بفكره ديالي او شيئا من هذا القبيل. واحد النهار جاو عندي شي اصدقاء ديالي فنانه، قالوا لي راه المخرج فلان فلاني راه دار واحد الفيلم قصير وكاين واحد الجزء من السيناريو ديالك انت داخل في ذاك الفيلم القصير. يعني بالنسبه لي هنا كانت لي صدمه اخرى. الحل الوحيد اللي كيبان لي هو انني انا كيف ما كنتعلم كيفاش غندير السيناريو، لما لا نوض ونتعلم كيفاش نخرج فيلم ولو يكون قصير، لما لا.
من بعد ما درت الإخراج ديال الفيلم القصير ديالي لو ميساج حسيت بأن واحد القيود تحلات. بيت إنسان حر أب اللي هو مسؤول وكيخدم وفنان اللي كيمارس واحد الهوية ديالو واللي من حقه أنه يكتب ويبدع ويخرج. ما عنديش بطاقة المخرج، ما عنديش بطاقة المهنية ديال الفنان، يعني ما عنديش ناخذ دعم باش نصوب واحد العمل. أنا هذا الفيلم ديالي وهذا عنصري في الجنة غندافع عليه بكل ما أوتيت من القوة وبالإمكانية ديالي المحدودة أو الكثيرة نخرج عنصري الجنة للوجود. الشيء أنا بالنسبة لي شوفوه هي عشرة ديال الناس الله يجعل البركة. الشيء أنا قاعد تشوفوا غير زين بوعمر وغيتا وليداتي وتشوفوا بوصلة أنا داك نجاح ليا. ومن بعد نقدر يشوفوا نعطيه للجمعيات الخيريه، نعطيه لدور الشباب، نعطيه نديروا في يوتيوب، نديروا في بزاف يعني عصفور في الجنه يخرج للوجود وندافع عليه بكل اي وسائل باش نثبت بان راه كذلك كاين مخرج اللي هو طموح وشاب وهاوي وبدون بطاقه مهنيه. صورنا الفيلم بدون دعم امي واختي وولاد خالتي هما اللي عاونوني. دفعتوا المهرجانات المغرب كامل مع الاسف المهرجانات الكبار ديال المغرب ما كيتقبلوش فيه. كان كيتقبل اف مع الهوات والمهرجانات الجميله اللي محترفين رغم ان الفيلم ديالي محترف ما كانش كيتقبل فيه. كان كيبقى فيا الحال كان صدفه بل يا مهرجان الهند صيفتو مهرجانات في أوروبا في الخليج مع الأسف كانوا كيطلبوا لي الفلوس. حتى واحد النهار ويجيني ميساج في الإيميل من عندهم الفيلم تقبل. واو نهار اللي غادي تجيني الفرحة الكبيرة الفيلم ليلى يفوز بجائزة أحسن فيلم اجتماعي بالهند. يا سلام تصورش عبتيرا اللحم ديالك كيتبوش. On stage to present the award for the best social film and it goes to Leila directed by Youssef Benkaddour. Unfortunately Youssef could not be here so his sister Sofia would receive the award. Also I'd like to call on stage Mr. Maliki. Acham Namti. Sumayi. To receive the award along with Sophia, His Excellency. I'm sorry, yeah. Alhamdulillah, Mount. Alhamdulillah, we did not get it. I'm sorry. مع الأسف صيفطوا لي الدعوة هذه باش نحضر طيارة لا مقصح شوية ماديا والدار معايا ومعايا ما يمكن ليش أنني والطيارة غالية مشيت تندق الأبواب دفعت المركز السينمائي دفعت لوزارة الاتصال وزارة الثقافة والاتصال جاوبوني بالرفض رغم أنني ممثل المغرب والرايد المغرب غادي يطلع في بوليود. عرفتي شنو هي بوليود؟ كان 174 فيلم دوليا عالميا هوليود بوليود آسيا الدول العربية وكنعرفوا الأفلام القوية ديال العربية ما غاديش نكونوا بحالها. وتا واحد ما قدر يساعدني باش انني نمشي نمثل المغرب تمايا. يا ريت كون عاونوني مشيت للهند يا ريت. ما تصورش شحال بقى فيا الحال بقى فيا الحال. علاش زعما حيت بغيت بطاقه ديال المخرج؟ لا ما بغيتش بطاقه المخرج. انا عندي المخرج هنا في القلب ديالي ولكن البلاد ديالي بغيت توصل نعرف دوك الناس السينما المغربيه فين واصله الثقافه ديالنا كيف دايره نمشي نشوفوا هذوك الناس حنا فين واصلين. ووصلتها ولكن ما حضرتش حتى واحد ما بغى يعاونني. علاش
يوسف بنقدور المخرج الوحيد في السينما المغربيه مع اللي بدات لحد حتى اليوم، الوحيد اللي رفع الرايه ديال البلاد ونافس ونافس افلام قويه وعالميه وبوليووديه هو هذا عبد ربي. حنا ما كنطلبوش المستحيل، حنا انا وعاود بالله من قولت انا وعدد من شباب مخرجين كيديروا ابداع فن افلام، كنطلبوا من المركز السينمائي المغربي ما تنطلبوش المستحيل. الا كان فيلم مزيان وغيوصل للبلاد عاونونا، ما تعاونوناش ماديا ولا، بالعكس كنطلبوا غير الرخصه باش نصوروا حتى حنا مرتاحين في خاطرنا، ويقدر عاوتاني حتى الفيلم ديالنا يشارك في مهرجانات وطنيه اللي مهمه بزاف، بحال دابا المهرجان اللي حضرتو معايا فيه. يا ريت كنت كنتمنى ان الفيلم ليلى يدوز في الافتتاح. كان وعدك ولدي يزيد، انا ان شاء الله الحلم ديالك يتحقق، انك تشوف باباك مخرج وفيلم ديالي عصوري في الجنة ان شاء الله غيتحقق. انا بالنسبة لي هي من واحد ناحية مهمة، خصها تكون عندك البطاقة يعني باش الناس يعترفوا بك، ولكن انا بيني وبين نفسي انا فنان كبير كما نتوما كتبغيو داك الوليدات ديالكم، انا راه كنبغي السينما وما كنلقاش راحتي من غير السينما، هذا هو الحلم ديالي. الواعد والشاب إسماعيل الولي. ولكن هادشي كامل غادي يتحقق إن شاء الله، ماشي بعيد، في القريب إن شاء الله غادي يتحقق. غادي ننجح إن شاء الله وغادي نوصل، كل شيء غيعترف بيا وغنولي مخرج كبير إن شاء الله، وغتفتخر بيا أمي إن شاء الله. لا حول الله، ضروري إن شاء الله. في النهاية يعني أحب أحكي لأمي ولأبويا ولأخواتي. أبوي كان دائما يقول لي حاجة وقال لي لما قلت له يابا أنا مش هرجع هالقيت، قال لي مدام بدكش رجع وانت في إيدك إشي، وإذا ما رجعتش وانت في ايدك اشي موت هناك احسن لك. هاي كلمة كتير بترن في قلبي، وكل ما بحس حالي بضعف بتذكر كلمة ابوي هادي والفعل قال لي اياها، واستاذي كمان عم ابو فادي بقول له تقلقش يا استاذ، هيجي يوم من الايام وتشوف ولادك كبروا وتشوف ولادك في السينما وفي المسرح وترجع تحكي عنها هاو ولاد وتفرح وتفتخر فينا. بتذكر امي اللي ودعته وداع خفيف بقول يما يلا دعي لربنا يوفقني. بتمنى يما اصل هذاك الاشي اللي بدي اياه، لحتى اجي على الدار واشوف دموع الفرح في عينيكي تحكي لي وتحكي للنسوان الحاره ولصاحباتك هي محمود ابن اجا، هو هي محمود ابن اجا ومحقق حلمه، هي محمود ابن اجا وهو جايب حاجه يسعدنا. هاد الاشياء كلها لما بتذكرها قبل ما انام بحس زي نار قاعد بتولع في الجسم من جوا، بحس إشي بيغلغلي، وهذا بتقدر تقول هو أكبر دافع وأكبر هم حمله على ظهر لحتى أصل لحلمي ولحتى حقق البدية، وأنا متأكد إنه حيجي يوم وحقق البدية وأرجع لغزة وأنا رافع راسي والناس كلها مفتخرة فيا. بوجه رسالة للشباب في قطاع غزة، أصبروا عن جد يعني إن شاء الله الفرج جاي وإن شاء الله بنقدر نحقق أحلامنا وبنفيد كل الشباب اللي وعدناهم إنه كل أحلامنا راح تتحقق. وبحب أوصل رسالة لأهلي وأبوي وأمي وأخواتي يعني بالأخص، ما تخافوش يعني اعتمدوا علي وإن شاء الله حنحقق الحلم، وما تاكلوش هم كتير، بنكراجي بإذن الله الحلم حيتحقق في المغرب ومعانا أخواتنا وأهلنا، ما تاكلوش علينا اوعى تفكروا إنه إحنا في غربة، بالعكس إحنا بين أهلنا وناسنا، والحلم شاء من شاء وأبى من أبى حنحققه.